بعد الدمار كله، كلهم بعد الحوت يخرب بلادنا وموت جهالنا وموت كم الرجال. كل الأماكن هذه مركز فيها بولت السفينة، قربوا الدنيا كلها، وهنا كانت مركز الغماس بعد الفندق يطغن أصحاب المساتين، قتلوا كم من جاهل وكم من جريح، ما قدرنا نخرج من بعد الغماس داخل بيوتنا الحمطين. وبعدين جازين من هنا الغماس كان يسقعنا، نقاسين هنا ما نقدر نروح دكاننا، كل حاجة الدكان هذا كان مقفل سنين سنين، فقدناه نا الأسرة ماتوا، واللي نزحوا واللي عاشوا الله خليها على ربك. بس شوف هذه الدبابة جابها الحوتي الشيخ اللي احنا فيه به، لكن المقاومة فجروها ونحن صغار جالسين نلعب فيها، وحررنا عدن المقاومة، مقاومة الشعبية حرروا عدن.